أنا غالبا خلصت إن شاء الله بهذا الوقت مع نفسي، حتى بعدها تاخذ استراحة. المهم المباريات يوم الخميس إن شاء الله نكلمه. محاضرتنا اليوم راح ناخذ على الاودر ريسبتر، نحكي دائما ريسبتر، we should know something about receptors. لازم نعرف شنو الريسبتر، طريقة عمل الريسبتر شنو. الريسبتر هو عبارة عن membrane protein تذكرون انتو، globular protein located in the cell membrane، واحد من السيل membrane protein اللي اخذناه المحاضرة الأولى، انه ممكن نوظفه انه يشتغل as a receptor، يستلم دي الماسنجرز اللي تجي مثل هرمون، انزيم، نيوروتراس، متر يجي يستلم الكيميكال ماسنجر و يحولها الى اشاره الى داخل الخليه، سواء اكشن بوتنشال غيرها. المهم هو راح يستلم الاشاره من ماده كيميائيه ترتبط بهذا الريسبتر، واضح؟ الترانسميت مسج انتو ذا سيل ليدنج تو سيلولار افكت. طبعا اكو ريسبترات مختلفة، كل ريسبتر متخصص ب كيميكال معين او ماسنجر معين، وكل ريسبتر له افكت معين، ونفس نفس الماسنجر الكيميكال سبستنس مرات عندها اكثر من ريسبتر، كل واحد يعطي وظيفة معينة، مثل الاستايل كولين قلت لكم في مكانات يكون انهبيتري في مكانات اكزايتاتري اعتمادا على الريسبتر مالته اللي يستلم. وكل خلية عندها ريسبترات متعددة جدا متعددة، كل ريسبتر له وظيفة معينة ولمادة معينة، واضح؟ يعني الخلية العصبية فيها هواي ريسبترات، مو شرط انه بس استايل كولين، نورادرينالين، دوبامين، سيروتونين، ريسبترات جابا، جلوتامين، مختلف الريسبترات، بس كل ما يجيني واحد بيشتغل شغل شبه يطير، مرة انهبيشن، مرة اكزايتيشن، مرة حسب، واضح؟ الريسبتر شنو وظيفته؟ هنا تجيني السيجنال، هنا تجيني السيجنال من الريسبتر، عفوا من الكيميكال سبستنس، هنا تجيني السيجنالز هاي للنيرف اندينج مثلا نقول، راح تنفرز النيورو ترانسميتر اللي هي حرف التي مسميه، مو حرف التي شكله يجي، راح يجي الماسنجر عند ريسبتر هنا على السيل الثاني البوست سينابتيك سيل يرتبط بيها. اجى الريسبتر ارتبط هنا، تشوفون هنا الشكل هذا مال الفتحه مال الريسبتر مثل المثلثه، وهذا مستطيل بعد ارتباط صار فت نفس الشكل، و بعدها اللي صار عندي انطى intracellular stimulus للنيوكليوس صار response، صنعت بروتين او مختلف الريسبونس بيصير حسب نوع الستيمولس اللي جاني وحسب الكيميكال وحسب الريسبتر الموجود، واضح؟ طبعا النيورو ترانسميترز هي عباره عن كيميكال سبستنسز تنفرز من النيرف اندينج ترتبط بريسبترات موجوده على الخلايا اللي بعدها من الري سينابتيك سيل للسينابتيك كليف، السينابتيك كليف ترتبط بالبوست سينابتيك سيل وتسوي لي اكشن بوتنشال بالخليه اللي بعدها. عاده تكون شورت ليف عمرها قصير، تؤدي وظيفتها والرساله المطلوب منها وبعدها تختفي، يعني لازم يصير بها ديستركشن اند ري ابزوربشن وتبقى فتره طويله. الهرمونز ايضا كيميكالز هم تطلع من السيلز اور جلاندز تنفرز، طبعا مرات تنفرز من الغده ومرات هرمونات تنفرز من بعض الخلايا مثل ستومك جزء الدوب جي اي تي جاسترين، بعض الهرمونات تنفرز من مكان واحد من خليه قصدي من الغده. كيميكال ريليست فروم سيلز اور جلاندز تنتقل مسافات طويله بالدم حتى توصل للتارجت تيشو. نيورو ترانسميتر عاده في مكانه، واضح؟ الا فيما الا ما ندر النورادرينالين ينفرز من الادرينال جلاند، وفي حاله هو هرمون مو نيورو ترانسميتر، بس يعمل عمل على النيرف سيل في الاوتوماتيك نيرفس سيستم. الريسبتر يرتبط بالكيميكال ماسنجر اللي يجي
بدون كيميكال ريأكشن، مجرد ارتباط يؤدي الى تفاعل داخل الخليه. الارتباط مالته يرتبط بدون تفاعل كيميائي، مجرد تحثير بينات يصير conformational changes just، بس ما يصير تفاعل كيميائي بحيث يختلطن الماده مال هذا ويا هذا، تصير بيناتهم عواصر كيميائيه قابله للانحلال، قابله للتكسر هاي العواصر. واضح؟ ارتباط قوي بما يكفي حتى يؤدي للوظيفه، وضعيف بما يكفي حتى يسمح بانفصال الماسنجر اللي يخلص وظيفته. واضح؟ فالريسبتر يحتوي على بايندينج سايت، هذا اللي شفناها مثلث. يجي الماسنجر هاي البايندينج سايت او الاكتف سايت يقعد بيها، يسوي انتر مولكيولار بوندز بيناتهم، بعدين يصير عمليه الانديوست فيت، هذا التغير اللي صار بالشكل مال الريسبتر، صار انتظم نفس شكل الكيميكال ماسنجر اللي جاي عليه. واضح؟ بعد ارتباطه والانديوست فيت اللي صار عندي بالشكل مال التكيف وصارت البونز عندي هاي العواصر، راح يصير دومينو افكت نسميه بعد. شلون الاكشن بوتنشال هورمون دومينو افكت، مثل ما اوقع الدومينو الاولى دومينو يوقع عن كله، فراح يصير عندي الاكشن اللي مطلوبه من هذا الماسنجر اللي اجاني من ارتباطه بالريسبتر، راح تتكون عندي البروتين، يصنع بروتين، ينفتح خلايا، يصير اكشن عفوا ينفتح كالسوديوم شانل، يصير عندي اكشن بوتنشال. واضح؟ الكيميكال ماسنجر اللي يرتبط بالريسبتر ما يدخل نهائيا للخليه، ولكن من خارج الخليه يأثر، يسوي تأثير داخل الخليه ويغادر. واضح؟ هاي البايندينج سايت اللي نحكي عليها، هاي الخليه، هاي السيل ممبرين، وهاي داخل الخليه، هذا الريسبتر وهذا البايندينج سايت مال الماسنجر. واضح؟ من يجي الماسنجر هذا مكانه ينجذب اليه يرتبط به، ورا ما ارتبط به شفتوا شكله هسه شبه مثلث، مو مثلث، ما منتظم مثل هذا، مستطيل. ارتبط به صار نفس الشكل، هاي العمليه نسميها induced fit، تصير بي conformational changes بحيث تربط، يربط بعواصر، تنسح، ينسحب، شكله يتغير حسب الاواصر، تقوى الاواصر الى انه يصير شكله نفس الشيء. ورا ما ارتبط راح يؤدي وظيفه الريسبتر، يدز رساله لداخل الخليه تحفيز انه يا ارتبط هذا، ورا ما ادى وظيفته المسنجر كله لازم يغادر، تنفتح الاواصر ويغادر. واضح؟ البايندينج سايت هو عباره عن هيدروفوبيك هلو نسميه، يعني مجوفه، او كليفت فتحه صغيره موجوده بالريسبتر سيرفيس تسمح بارتباط المسنجر اللي جاي، وعاده تكون قريبه من شكله، من الشكل مالته ماشي. واضح؟ عادة، وهي طبعا اكو بالانزيمات، هاي العبارة اللي شوفوا equivalent to the bind active site of the enzyme، اكو الانزيمات فيها نسميه active binding sites، يعني مكان هو اللي يجي يصير تحفيز لهذا الانزيم يجي يرتبط بس بهذا السايت، active binding site. الانزيم موجود بالسيل ممبرين، يصير release of neurotransmitter من الداخل، اكو مكانات اكتف بايندينج سايت حتى ترتبط بها هاي الفويسلات اللي تحتوي على النيورو ترانسميتر، نسميه اكتف بايندينج سايت. طبعا بالمواصفات البايندينج سايت لازم يقبل بالارتباط، يوافق على ارتباط الماسنجر ويتقبل الماسنجر، يحتوي على امينو اسيد ترتبط بعواصر معينه لل النيورو ترانسميتر او الماسنجر اللي اجاني، و الارتباط مالته ما يؤدي الى تفاعل كيميائي مع الماسنجر، ما يتفاعل كيميائيا مع الماسنجر، مجرد اواصر ارتباط يصير بيناتهم، بس تفاعل كيميائي بمعنى الكيميائي يؤدي الى تغيير ماده، تكوين ماده جديده ما يصير. واضح؟ البايندينج سايد طبعا يكون مقارب لشكل الماسنجر اللي اجاني، هسه هذا شكله لا هو بيضاوي لا هو مثلث هنا، الماسنجر بينما البايندينج سايد تكون مثلث. من يرتبط ب الريسبتر الماسنجر بالريسبتر، راح الريسبتر يغير شكله، يتحول الى شكل مشابه لهذا اللي سميناه العمليه induced fit. induced fit وهي هاي التغير اللي يصير يصاحبه signal transduction و
تحول الإشارة من كيميائية إلى إشارة كيميائية أخرى داخل الخلية أو إشارة كهربائية داخل الخلية حسب ترجمة الإشارة اللي تصير، واضح؟ شلون يغير شكله هذا؟ أول ما يرتبط هاي نفرض هذا المثلث ارتبط بأواصر، هنا أنا الأواصر تكون قبل الارتباط هي intermolecular bond تكون not optimal length for maximal binding strength، مو كلش قوية، بالضبط 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 مثل ما أنا أريد أسوي خيمة، واضح؟ اربطها الاوتاد مالتها في البدايه اربطها تكون شويه مهدله هيك الخيمه او مظله، بعدين ابدي اسحب الخيوط مالتها ابدي اسحب الخيوط لانه الخيط يصير يعني متوتر حيل قوي مشدود فالخيمه راح تاخذ شكلها النهائي، واضح؟ كان شكلها غير شكل صار هنا نفس الشيء، فالسحب هنا راح ترتبط البوند فراح يبدي يسحب البايندنج سايد اطراف البايندنج سايد باتجاهه بعد الارتباط اللي هو نسميه induced friction، صارت كيفة نفس شكل الريسبتر الماسنجر العفو، واضح؟ فصار هذا الشكل عندي. هذا الارتباط طبعا مال induced friction والبوند اللي يصير تكون قلت لكم مثل ما قلت لكم بعد الارتباط راح يصير signal transduction اللي تحول الاشاره، لانه مرات هي اشاره كيميائيه تحول لاكشن ميتيشن، مرات اشاره كيميائية تحول لأشارة كيميائية أخرى إلى صناعة بروتين إلى نسميه signal transduction بعدها إغادة. هذا الارتباط بيناتهم قلت لكم يجب أن يكون يعني قوي بما يكفي لأداء مهمة الماسنجر، وقت يبقى وقت كافي لأداء المهمة مالته يحفز الخلية، وضعيف بما يكفي حتى يغادر الماسنجر ويخلص من عنده، واضح؟ هذا ما يبقى دائم لازم يغادر. هاي الفكره استفادوا منها في صناعه الادويه، انا هسه اكو ادويه تاخذون ان شاء الله بصف ثاني وصف ثالث تبون تاخذون ادويه، اكو ادويه نسميها اجونست وانتاجونست، ادويه انتاجونست تجي ترتبط، يعني هذا ريسبتر افرض هذا الريسبتر خاص بالاستايل كولين وهذا الاستايل كولين، اصنع علاج يجي يرتبط بهذا الريسبتر مال الاستايل كولين ويرتبط ارتباط قوي بحيث يظل مشلب، يجي الاستايل كولين يريد يرتبط بالمكان ما يلقى مكان فراح الغي دور الاستايل كولين فور اكزامبل، منو اللي اشتغل؟ اشتغل عند العلاج اللي اريده انا، اعطاني وظيفه العلاج اللي اريده، ولهذا استغلوا هاي الفكره في صناعه علاجات في علاج الاغراض، الجهاز الدوران جهاز يعني القلب في علاج عدم تضمن ضربات القلب بالضغط غيره غيره، فصنعت ادويه الارتباط مالتها اقوى من ارتباط الماسنجر وتبقى تشلبه طيله فتره وجود الدواء بالجسم الى انه يخلص بقوله ما يوخر، فيجي الريسبتر يريد يرتبط الماسنجر يريد يرتبط الريسبتر يلقاه مشغول، يعني العمليه تصير عمليه منافسه تنافس بين العلاج والماسنجر. واضح؟ الريسبتر بها انواع، راح نخلص ما عندنا شيء ان شاء الله. الريسبتر بها انواع، تذكرون قلت لكم اكو عندي ما يسمى بالايون شانل ريسبتر او انتجرال ايون شانل، هذا الايون شانل جزء من عندها يكون الريسبتر وهذا الاستجابه مالته تكون سريعه. اكو جي بروتين كابل ريسبتر يحتاج الى ماسنجر واحد او اثنين بواسطه جي بروتين وحتى يسوي لي الوظيفه مالته. الثالث هو النوع نسميه كاينيز لينك ريسبتر، والنوع الرابع هو انتر او انتراسيلولر عفوا ريسبتر، هذا اللي موجود داخل الخليه مو كل النتيجه، كل الموجودات تقريبا خارج الخليه على جدار الخليه، واكو انتراسيلولر ريسبتر موجود على جدار النيوكليوس وبعض العضيات اللي داخل الخليه الاورجانلز. الايون شانل ريسبتر قلنا هو عباره عن بروتين، جزء من البروتين اللي موجود في جدار الخليه
ما تذكرتها اليوم عندي. قلنا الايون شانل ريسبتر هو جزء من الايون شانل نيرفس، حكيناه في محاضراتنا السابقه. الايون شانل ممكن تنفتح تنسد بالاستجابه الى الماسنجر اللي جاني ومرتبطه بهذا الريسبتر. عاده تكون الايون شانل مخصصه لايونات معينه، ممكن سنجل ايون، ممكن اكثر من ايون، و تؤدي الى تغيير في الممبرين بوتنشال اوف ذا سيل، يعني تسوي ديبولاريزيشن او هايبر بولاريزيشن. حكي هذا كله حاكي. الايون ريسبتر، ايون شانل ريسبتر، يكون قلنا جزء من الايون شانل نفسها. اذا نفرض هاي الايون شانل هسه، هاي البوابات مالتها وهاي الايون شانل، بيها جزء هذا اللي هو الريسبتر خاص بماده تجي ترتبط به من اتجاه الماده الماسنجر. يجي يرتبط هنا راح يصير عندي induced fit، وانفتحت البوابه اللي كانت مغلقه هاي انفتحت هنا وادت الى مرور مرور الشير. ماكو السكرين، ماكو ماكو شير، ماكو دكتور، ما طالع يمنا. شكرا دكتور. هنا الايون شانل، هاي الايون شانل، اذا اعتبرنا هاي الايون شانل، هاي الايون شانل كانت مغلقه وهذا جزء من الريسبتر. كنا الايون شانل ريسبتر هو جزء من الايون شانل، هاي الصفره. اذا اجى الماسنجر ارتبط هنا راح شكله هنا كان نقول مقوس او نصف دائره، هنا صار induced في العمليه اللي حكينا عليها، وكون عندي ارتباط بينات موليكيولر، كونت عندي مولكيولار بوند ادت الى اوبننج اوف ذا اللي جبت الساعه انه ما ساعه اصلا، وهذا الوقت اشتريته بخمسه عباس مو اصلا صح. حكم انظف دقيقه بشير. اوكي، فانفتحت الايون شانل، راح يدخل عندي الايون اللي مخصص او يطلع الايون المخصص عاده حسب نوع الشانل وحسب الاستيمولس اللي اجاني. الترانس ممبرين بروتين اللي مكون الشانل تكون حكينا عليها احنا في وقتها، يكون شكلهم تقريبا يعني سته او خمسه حسب النوعيه، حسب المصادر يكون شكلها تقريبا هذا. الريسبتر هنا يجي يرتبط الماسنجر بالريسبتر يؤدي الى opening of the ion channel. الـ opening اللي دا يصير عادة هذا الجزء يسموه TM، عندنا TM1 TM2 TM، كنا يكون من اربع اجزاء، كل دومين دني ستة او خمسة يتكون من اربع اجزاء في المحاضرة السابقة حكيناها، او ستة. الـ TM2 هو هذا الجزء المقوس، نقول انه هو اللي مسؤول عن فتح قناه الصوديوم او البوتاسيوم. فمن يصير ارتباط الماسنجر هنا راح يفتر هذا بالعكس، يصير الشكل يؤدي الى مرور الايون، واضح؟ انتقل هذا مكان ما كان مقوس صار مقعر وادى الى مرور الصوديوم او الكالسيوم او البوتاسيوم حسب، واضح؟ الجيتنج طبعا احنا قلنا في محاضراتنا اللي بالبدايه من مواصفات الجيت انه كان فاست ترانسميشن، فاست ريسبونس بهاي الحاله هنا اللي انه مرتبط بها الريسبتر نفسه، وايديال فور ترانسميشن بتوين نيرفز، تحتاج سرعه بالنيرفز احنا بالنيرفس سيستم. اذا ارتبط بها الريسبتر تؤدي الى دايركت فلو اوف ذا ايون انتو ذا سيل اور اوت اوف ذا سيل، ويؤدي الى سيجنال ترانزكشن اللي هي اكشن بوتنشال راح يصير عندي، وتغيير بالتراكيز المواد على جانبي غشاء الخليه اللي بعدين راح يرجع الى رستنج ستيت. النوع الثاني هو جي بروتين كابلد ريسبتر. جي بروتين كابلد ريسبتر كنا في محاضراتنا السابقه انه الريسبتر يكون في مكان والايون شانل في مكان اخر. انا الريسبتر هذا وحده عايش هنا والايون شانل في مكان اخر. يجي الماسنجر يرتبط بالريسبتر، اكو مكان هنا أنا مغلق خاص بالجي بروتين، بعد ارتباط الماسنجر اللي اجاني
راح يجي بروتين يتحرك يرتبط بهذا المكان داخل الخليه. هذا الحكي راح يعطي اشاره بعد ارتباطه، راح ياخذ الاشاره الجي بروتين حسب نوعيته بالفا وبيتا حسب نوعيته، راح احد هاي الجزيئات الثلاثه مال الجي بروتين راح تنفصل وتؤدي الى انتراسيلولار سيجنالز وفتح القناه الصوديوم هنا مثلا عفوا ايذر انتراسيلولار سيجنالز او بالممبرين تنتقل الى القناه اللي موجوده هنا مال الصوديوم او الكالسيوم وتفتحها. ومرات لا، نحتاج الى انزيم اخر وسيط اخر جي بروتين هنا ويتحرك الى انزيم، والانزيم يؤدي الى تحفيز فتح القناة، يعني يحتاج ماسنجر ثاني مرات فقط واحد ومرات اثنين. فهنا الماسنجر من يرتبط بهذا الانزيم، عفوا الفيرست يعني مو الماسنجر هذا اللي احكي عليه الليجند، الجي بروتين صار ذا سكند ماسنجر ونعتبره. فمن يرتبط بالانزيم اللي يريد يفتح لي القناة يرتبط في مكان نسميه اللوستريك بايندينج سايت. شنو اللوستريك بايندينج سايت؟ الالوستريك بايندينج سايت هو مو الاكتيف بايندينج سايت، الانزيم بمكان ارتباط اللي يسميه اكتيف بايندينج سايت، اذا ارتبطنا به راح يؤدي الوظيفه الرئيسيه له هذا الانزيم اذا ارتبط بماسنجر. واكو من يرتبط يعني في مكان هذا هو الاكتيف بايندينج سايت يؤدي وظيفته تامه. اكو مكانات جانبيه ممكن يرتبط بها انواع مختلفه من المواد، ممكن تسوي اكتيفيشن، انهبيشن، يكون وسيط في عمليات اخرى، هاي المكانات نسميها اللوستريك بايندينج سايت. واضح؟ اللوستريك بايندينج سايت خفتوا راح تعرفوها، هي مو الوظيفه مو الاكتيف بايندينج سايت مال الانزيم، هو اللوستريك بايندينج سايت نسميه. بعد ما يرتبط به راح ينفتح الاكتيف بايندينج سايت ويؤدي وظيفته، يرتبط في مكان اخر او يؤدي وظيفه اخرى جانبيه. صارت تساعدنا انتراسيلولار ريأكشن هنا وأدى إلى الوظيفة المناطة بالبروتين أو الإنزيم. محاضرة خلصت، هاي قصيرة جدا بس نشرح عن الريسبتر وأنواع الريسبتر. واضح طلاب لو مو واضح؟ الشير طالع قدامي مسوي شير هذا. هسه هسه صار هسه تحرك تكون له لا طلاب هسه احنا قلنا هذا الشكل راح اعيد على السريع انه يمكن المفروض المحاضره النسخه اللي تتبعون حتى لو واقف الشير. الاكتيف بايندينج سايت هو هذا، وهذا الماسنجر يجي يرتبط به ويؤدي الى انتراسيلولار ريسبونس. هذا احنا قلنا النيورو ترانسميتر فرق عن الهرمون يشتغل لوكالي، هو كيميكال ماسنجر بالنيرفس سيستم مينلي. الهرمون لا ينتقل مسافات طويله بالدم، ينفرز من الغده وينتقل مسافات حتى يوصل للتارجت تيشو. الريسبتر عاده من يريد يجي يرتبط، هاي يعني السلايد اللي قبله هذا شرح بالصوره راح اشرحكم اياه. الماسنجر يجي يرتبط في مكان نسميه بايندينج سايت، هذا الريسبتر هذا البيضاوي بمكان هذا البايندينج سايت اللي يشبه مثلث. الماسنجر شكل المكان الاكتيف مالت سايد هو مستطيل، فمن يجي يرتبط به راح يتكيف هذا الشكل على شكل مستطيل بعمليه سميناها induced fit. induced fit بعد تكون عواصر جزيئيه بيناتهم، بس ما يصير تفاعل بيناتهم كيميائي يؤدي الى تكوين ماده جديده، مجرد عواصر ارتباطيه بعدها ادى وظيفته راح يغادر. هاي العواصر والارتباط يكون قوي بما يكفي لاداء وظيفته وبقاء المده المطلوبه، وضعيف بما يكفي لمغادرته. بعد ان ارتبط هنا غادر، قلنا ما يصير رياكشن هنا. هاي عمليه الانديوست فيت اللي يصير، ليش تصير عندي انديوست فيت؟ هذا كان مثلث كيف
نفس شكل الايون. هاي الانديوست في التصير لانه عندي هنا الانديوست في هنا تصير ادي لانه هاي ادي هسه شكله مثلث الاكتيف بايندينج سايت او البايندينج سايت، وهذا شكله شبه بيضاوي. فمن يجي يرتبط بيه راح تكون حيوانات عفوا اواصر. هاي الاواصر ما مشدوده بشكل كافي حتى تنطيني الشكل المحدد. اول ما يرتبط بعدين بعد ارتباط راح تقوى الاواصر شكوه كان طويل، هذا قصرت هاي المسافه، فراح يبدي ينسحب هذا الشكل، ينسحب حتى تكون يشكل نفس شكل الماسنجر اللي اجانا. فهاي العمليه نسميها انديوست فيت. بعدها راح تنفتح هاي الاواصر ويغادر، بعدها راح تنفتح هاي الاواصر ويغادر. طبعا هاي الانديوست فيت وهاي عمليه تكون قلنا ضعيف الارتباط، ضعيف ما يكفي لمغادرته، وقوي ما يكفي لاداء وظيفته. هذا الضعف ومغادرته يغادر اوكي طلاب. فادي هنا راح تتكون اواصر قويه بما يكفي لاداء الوظيفه، وضعيفه بما يكفي لمغادره الماسنجر. هاي الصفه استغلوها في صناعه الادويه، صنعوا ادويه تكون في تنافس، تجي في تتنافس مع الماسنجرات. انا عندي استايكولين اصلا، هو يشبه الاستايكولين، يرتبط بالريسبتر مال الاستايكولين، بس ارتباط الدواء راح يكون اقوى لفتره اطول. فيجي الاستايكولين عند الريسبتر مالته مشغول، ما راح يشتغل الاستايكولين، راح يشتغل الدواء. وهكذا صنعوا ادويه ما تستهدف الريسبتورات معينه وفادتنا ما في علاج كثير من الامراض. انواع الريسبتورات طبعا النوع الاول والثاني مطلوب، بس شكله مطلوب شويه حكي الموجود عليهم، والثانيين البقيه بس اسماء المطلوبه، كاينيز ريسبتور والانتراسيلولار ريسبتور. الايون شانل ريسبتور حكينا عليه في مهاراتنا السابقه، هو جزء من الشانل، يجي يرتبط بالماسنجر بهذا الجزء من الايون شانل، يصير انديوست فيت، بعدها تنفتح هاي البوابه المغلقه ويصير فلو اوف ايون. طبعا الفلو مال الايون هنا هاي للتوضيح، هاي السلايدات الثلاثه اللي بعد هذا، انه عندي ذن الايون شانل ذاك اليوم طلعتني هذاك الاسبوع، ذن الدومين مالتهم سته او اربعه هنا، جزء من عندها خاص للتحسس الكهربائي، جزء خاص لفتح تذكرون جزئين كان عندي خاصات للتحسس للكهربائية مذاكرين هنا، وجزء أربع أجزاء خاصة للفتح والغلق. بدل من أربع أجزاء خاصة للفتح والغلق أو ست أجزاء هنا، خمس أجزاء عفوا مسويها، عفوا الأربع أجزاء ذني راح من يصير عندي تحفيز إيش راح يصير بيهم؟ ذني التي ام 2 نسميها راح يفترن، يصير بيهم روتيشن كونفورميشنال تشينجز بهالشكل، فتح الطريق عندي هنا. هذا ما مطلوب من عندكم تفاصيل ال TM2 غيره، بس اللي تعرفون لي انه جيت هو يصير كونفورميشنال تشينجز بالتوضيح ذكرته، كونفورميشنال تشينجز ان ذا بروتين اوت ذا شانل تو اوبن تو باس ذا سبيسيفيك ايون. الجي بروتين كابل ريسبتر هو ريسبتر يجي يرتبط بالماسنجر بمكان خاص لبروتين ثاني ماسنجر نسميه جي بروتين، يجي يرتبط بالجي بروتين هنا، بعدها ياخذ الاوردر الرساله ويروح للشانل يفتحها، او يحتاج ماسنجر ثاني ياخذ الرساله وياخذها الى انزيم يرتبط بالانزيم، والانزيم راح يؤدي الى فتح قناه او يسوي انترا سيلولر، مو شرط انه يفتح قناه، مرات ادي تحفيز هرمون يحفز الجسم لصناعه بروتين لافراز في الشيء، مو شرط انه يصير اكشن بوتنشل ونفتح قناه، فممكن مرات المشكله يعني التحفيز اللي يدخل داخل الخليه يصير انترا سيلولر على اكشن حتى يصير مثل صناعه بروتين. ف
يرتبط بالانزيم والانزيم راح يسوي لي انتراسيلولر رياكشن. هذا الانزيم قلت لكم اكو الرت يرتبط وين هنا بالانزيم. هذا الانزيم بي اكتيف بايندينج سايت وبي اللي هو الرئيسي واكو بايندينج سايت جانبيه سميناها الستريك بايندينج سايت. هاي اللي نظر فيها هذا ممكن يرتبط ب اكتيفيشن السيلولر ارتبط بماسنجر او انهبيشن حسب الماسنجر اللي اجاني. نجيب بروتين هذا في ثلاث اجزاء، جزء من اكزيتاتري جزء من انهبيتاري، فاذا اجى الاكزيتاتري يسوي اكتيفيشن، اذا اجى الانهبيتاري يسوي لي انهبيشن. هذا الشيء اللي حبيت انه تعرفوه عن الريسبترز باختصار، يعني تفاصيل ريسبترز هوايه بس هذا الشيء باختصار حتى نحكي عن ريسبترز في المستقبل تعرفون الريسبترز بالادويه تعرفوها. الان خلصت محاضرتنا ما عندنا شيء بعد، ما عندنا شيء يا طلاب. عندكم سؤال؟ اكو سؤال؟ محاضرة Human Biology مال اليوم واسعة.